مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. تربية الأطفال يمكن من الأشياء اللي كلياتنا كأهالي بنحاول إنه نقوم فيها بأحسن وجه، ومعظمنا بيسوي كل شيء في حياته من أجل أطفاله. في ناس بتقدم على وظائف وبروحوا أماكن خاصة عشان الأطفال، في ناس بيعملوا هجرة عشان الأطفال، في ناس بنتقلوا من شغل لشغل عشان أطفالهم، في ناس ما بوكلوا وبشربوا وبدخروا مصاري عشان أطفالهم. لكن تربية الأطفال في هالأيام أصبحت صعبة. عم بنحاول الآن، الأطفال في هذه الأيام بدك تقنعهم قناعة، بدك تعملهم إكسبرمنت، بدك تورجيهم شو اللي لازم يسووه، مش بس بكلام، بتفكير وبعمل. خليكم شوفوا سلسلة هاي الفيديوهات، حنعمل أكثر من فيديو عن هذا الموضوع. شايفين اللعبة هاي؟ في دولار هون بدي احطه تحت هاي، اوكي. وعندي 3 كب، راح اغير اماكنهم. معلش هاي شفتي وين؟ حدا شاف؟ اوكي، ها تغير اماكنهم، تذكروا. طيب مين بده يختار؟ باخذ اللي تحتها. ابي هون هون. انتي؟ طيب تفضلي. جود، اوكي. حتاخذ هي الدولار. بس اقول لكم شغله، انه لو هي اختارت شغله ثانيه كان اخذت 20 دولار. 20 دولار. اوكي. سو هذا شو بيحكي لكم؟ انه sometimes احنا لازم نسوي ريسك في حياتنا. لازم ايش؟ نختار الشغلات، عارفين احنا هون في دولارز، بس if we risk we don't make a risk. هاي بسموها taking risk في اللايف. لما تسوي بزنس تاخذ ريسك، انت عارف الشغله صعبه، اوكي، ومش كثير 100% صح، بس لما تاخذ ريسك في الحياه you could earn but you could lose. اوكي، so في شغلات في الحياه easy to take وفي شغلات needs risk. Yes. اوكي؟ فدائما تذكروا انه الدولار الك بس there is no risk. This is no risk in my life. Why? It doesn't smell like grapefruit. إلي 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 هاي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.